جديد يا مصيبتي. يا عنيد ويا زان ما مات عمر الشيطان. شوف شوف كان تعويل يلوح الرجال من فوق الخيل كالبرق. يا مصيبتنا يا مصيبتنا وركب على الحصان. هذا ما ينفع مع إلا ميمون الهجام. لكن ميمون الهجام في خيمة ديالو فارح بالنصر وسكران. وشام اللي اعتقلوها الجنود فين هي؟ رفضوا ليل الخيمة. اتبعني نشوفوا ميمون الهجام. سير أمامي يا شقيقي السقرديس. شايف يا سيدي إفراح إمام ديوزان شنو عامل في الأعداء؟ كل شيء ربر السيف في يديه كأنه ريشة. يا قوة الله وديوزان سر من أسرار الله. لله در فارس ما مثل فارس. عندك عندك يا مولاي عندك. هذه يا شمل اللي سلبت عقل أراد الكبير. فعلا جمال ساحر، لكن أنا أولى بيك يا فتاة من سيف أراد. بعد مني يا وغد يا حقير يا عدو الله. خليك جامدة يا امرأة أحسن من خلق أنفاسك. بعد مني بعد مني سيدي بقول الشام. وينكم يا حكماء؟ شنو بقيتم؟ أنا الآن في الخيمة ديالي بعد ما حققت لكم النصر. من قلت الآداب ادخلوا خيمتي. عفوا يا سيد الأبطال، إنما كان لازم ندخلوا خيمتك باش نخبروك الشي اللي وقع. نعم يا سيدي الجبار اللي كنا ظنيناه مات عاود ضربان، هو الآن كيشتت الفرسان. وانا دار منك تتكلموا يا حكماء. دول يا زاني زوجي العزيز، الحمد لله اللي جامني يسود نهاركم ويغبر نجوم من ليلكم يا أعداء الله. دويازان وشكون هو دويازان أمامي يا أغبياء؟ عارفين عارفين يا سيد الفرسان، إنما فقط خفنا يتغلب على رجالنا ويود الأفراحنا بالأحزان قبل ما يسيق الخبار. نعم خصوصا ورجال إفراح لما شافوا دويازان تقواوا، بالإضافة لواحد الجامعة من الفرسان جاوا معه. خليوني أولا نتفرج عليه وعلى نوعه في القتال حتى نعرف واش هو فعلا فارس يستحق نخرج ليه، أو فقط أنتم صنعتوا منه فارس. مغرور مغرور والله يا لعين، توصل أمامه ولا شفت النور في حياتك. لو كان فارس جبار انطق بهذه الكلمة اللي قلت يا امرأة كنت نقطع أطراف ونشرب من دمه. لكن انت امرأة وبغيتك تشوفي بعينيك شكون أنا وشكون هو هذا الجبان اللي انت مفتخرة به. أنا غادي ندلو أمام الفرسان ونرقصك أمامه ونخليك تسقيه الخمر أمامي يا فاجرة. أخزاك الله سمعوا يا حكماء، إلى رجالنا انتصروا على هذا القوم فهذا اليوم فدك. وإلى كان فعلا هذا الفارس عرقل مسعاهم، أنا لي في الصباح يبارزني ونبارزه هو ومعاه أنا وحدي. هذا أحسن رأي يا سيد الرجال، وزرق لحقك مبتغاك. شفت اللي قلت لك يا سيدي ميمون الهجام؟ فارس جبار. ويلو قتل اكثر من 1000 فارس من رجالنا. نعم يا سيدي وانا عارفك جبار، ولما امرناش الرجال يوقفوا على القتال في هذا الليل راه ما يصبح الصباح تينهيهم الفارس هو ورجاله. فعلا فارس منتخب.
أنا شايف أنه خبير بجميع أنواع الحروب، لكن هيهات شنو قدوا معايا هاد الفارس؟ إلا كانتو ما غادكم الشي اللي قام به أنا بالعكس فرحني، لأنني من زمان وأنا متمني فارس مثل بارزو. أمر الرجال كفوا على القتال، وغدا في الصباح أنا لهاد الجبار. كفوا عن القتال، كفوا عن القتال يا رجال. أهلا بك يا سيد الرجال. سيدي فرح، أنا آسف الله بعتاتك تبدل ميزاننا بانتصار بعد ما تغاو وتجبروا علينا هاد الكفار. أهلا سيد الأخيار. كيف حالك يا برنوخ العزيز؟ الحمد لله، الحمد لله على لم الشمل يا سيدي بوهاج. أعزك الله يا سيدي إفراح، والله الإمام دويزان كان قلبه حاسس باللي وقع مكروه بكم، وهذا السر اللي جعلنا نحول السفينة لهذا المكان. وفين سعدون يا سيدي إفراح؟ سعدون، سعدون يا سيدي دويزان معتقل. الفحش معتقل؟ هذه الجماعة الجبناء يعتقلوا الشهم سعدون. يا سيدي هاد الملاعين معهم فارس قد صور اسمه ميمون الهجام، فارس جبار ومغرور. غريب، لكن أنا ما شفت عيني وسط المعركة حتى شي فارس منهم يستحق التقدير. ما كان شي معهم الآن في المعركة من كثرة غروره. يلا خرج حتى كبل سعدون وهزموا أمام الناس ورجعوا وخلى رجال يقتلوا. وانت متأكد يا سيدي أن سعدون ما زال على قيد الحياة؟ اللاعين لما خداه كان باقي حي، والآن يعلم الله. لو نتمكن نشوف هذا الوقت الآن كنت نسلو دان ونخلي عبارة. غالبا يا سيدي هو اللي أعطى الأمر للرجال يكفوا على القتال باش يخرج الميدان في الصباح. يا ريت يخرج، أنا عندي رغبة كثيرة نشوف هذا الجبار اللي استطاع يقضي على سعدون الفارس المغوار. سعدون يا سيدي ظهر شجاعة وقوة ما لهم متين، وهو كذلك استطاع يكبل زوج من خيرة الفرسان، الأول اسمه سابق الثلاث والأخر دامنهور الوحش. وفين هم هاد الزوج ديال الأسرع؟ جنب الأسوار، تفضل تشوفهم. هذا هو دمنهور الوحش، وهذا سادك ثلاث. أشهد يا سيدي إفراح، علاش مع القيل الأصراف هاد الشكل؟ نبيل هو اللي كان مكلف بهم. يا نبيل. نعم يا سيدي الإمام. شنو هذا؟ علاش كبلتوا الأصراف هالطريقة الوحشية؟ هادو أعداء يا مولاي، كان عملوهم كيف كيعملوا رجالنا. ويلك يا نبيل، ما احنا امتلهم ولا اعتقدنا اعتقدهم حتى نعملوهم كيف يعملونا. وصحف ابراهيم كتتبرأ من هاد الاعمال. فكوا الاسرى واعطيهم ياكلوا دو يجرحهم، وعملوا عليهم حراسة وعملوهم بالمعروف. امرك يا سيدي الامام. سابق الثلاث. نعم يا دمنهور، هذا رجل شهم عادي تماما، هاد شي اللي انا كنت خمم فيه يا دمنهور. يا سيدي بوهاج، ارتاحوا الآن وموعدنا مع الأعداء الصباح بحول الله. ناموا من غير ما نعبروا على فرحتنا بهذا الانتصار يا إمام.
الانتصار هو بعد ما يصبح كل بشر بشر كيوحد الله ويمشي على هديه وطريقه المستقيم. خليوا الحراسة مشددة على الأبواب، وأكبر فرحة هي وحد رب الأرباب. الفرج من عند الله. لا إله إلا الأعداء فرحانين بانتصارهم هذا الليل وكيرددوا اسم المعبود ديالهم. لا تخاف يا سقربيل، البطل ميمون غادي يبدل أفراحهم أحزان غدا في الصباح. هو الآن دبح ناقة والرجال كتشوي وكتطعمو وتسقي، وغدا يصبح كيف قطعة من الجبل. ويا ويلو يا زان منو. لكن يا سقربيون إلى نهزم أمام ميمون. وكيف يمكن ينهزم ميمون أمام دويازان؟ لنفرض نهزم. البركة فيك وفي يا سقرديس وفي الأعمال السحرية. نعم نعم، لازم نعملوا حسابنا البرنوخ. روحة اللي عيننا عليه. لكن يا سقرديس، أشنو رأيك في اقتراح؟ أشنو؟ نقتلوا السعدون في هاد الليل باش حتى الى انتصر دويازان على ميمون نكون احنا قضينا على الطنجين. فكرة هائلة. لكن نتشاوروا مع ميمون الهجان. نتشاوروا معايا سقلبيس. الله
فكرة فكرة هائلة. غادي تقتلوا هاد الطنجير وتلوحوا في هاد الظلام وسط الساحة باش يزيد يقوى غضب دويزان ويسهل عليا ناخذ غضبان. يا سيدي ميمون، انا قلت احسن قتلوه من غير ما يشعر به دويزان، لانه عندهم سابق التالات وضع منهور الوحش. وإله ما شافوا سعدون مات دويزان غادي امر بقتل ابطالنا سابق التالات وضع منهور الوحش. وإله ماتوا غادي نعرضوا انفسنا لغضب سيدي ارعد الكبير، لان هاد الزوج الفرسان هما باش كيعتز جيشه. قديش شوف ميمون كلا طبق للنقاشو. لا عندك ايه كنا. طيب على هذا الحساب خليه حتى الصباح لما ننكبل دويزان ونفقد منهور وسابيك، ومن بعد عاد نقتلو داك سعدون وسط حفل الانتصار. لكن يا سيدي قلت لكم خليوا بلا امرك يا سيدي الهجام. فلت يلا يلا يلا. رفعوا الرايات ونفخوا الأبواق وفتحوا الأبواب. أمر الرجال تتصاف وتعمر جميع الأطراف وانتظروا امر الامام دويزن. علاش عزمتي يا مولاي دويزن؟ يا ابو هاش، اولا نفر على الرجال ولاد وشر القتال، ونفرج لهاد ولد الاندان الى هو برز للميدان وحده. الى خرجت معاه جميع الجيوش غادي حتى حنا نواجهوهم جميع الجيوش. الهجام خارج على الفيل يا سيدي دويزان، على بدن دروع دودية وفوق راسه غطام النحاس يحميه من ضرب السيف، ونقلب صفيحة هندية وحربة مصرية وسلسلة فيها كورة ديال الحديد. شكون المبارز؟ شكون المناجز؟ انتم يا عساكر مدينة دور الحديد، هذا ميمون الهجام من جديد يسود يومكم السعيد. انا برست الميدان مكان الضرب والطعان، ظهروا ما عندكم من فرسان او خرجوا دويزان احقر الفرسان. اخزاك الله اخزاك الله اخزاك الله. يا العالم ما في ضميري الخفي وما في قلبي وكل طرفي، منك متمني يا النور صافي بعانة ونص ينك. عشني المعمور يا دويزان. أنا ليه بإذن الله؟ أكيد يا دويزان، لازم ينصف في القتال ويركب حصان مثلك وما يبقاش على الفيل. يا سيدي إفراح، السيف غادي يقارع السيف، كان على الحصان أو على الفيل. وحد الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ميمون، لك صراح سعدون وشامة وبعد الغرور والظلم وآمن خالق الكون
وانضم طريق النور والهدى. ويلك يا أحقر الفرسان، هتعطيني الأوامر وتصغر شاني أمام الفرسان؟ اسمعني من قرقعات السيوف، وريني براعتك في الميدان يا جبان، وخلي طرب المحال والقيل والقال، ولا تخلق الفتان بين الرجال. ربه ولا شمس ولا نار ولا زحال، أنا ليك يا دويزان. أخزاك الله يا عدو الله، هذا سيفي بإذن الله. انطبقوا على البعض كأنهم جبال مع جبال. حربهم كتقشعر الجلود وتذوب من حرارة أحجار الجمود. نعم، هاو مبخوش كالرسود أو جبال أخدود، حربهم تشيب الطفل المولود. لكن ضربت ميمون أمتن وأحسن يا سكارديون. شوف دو يزن حصانه تحت الفيل. لكن فارس جبار كلتوك البرق أمام ميمون العجاب. سيدي بوهاش، متلاعين ميمون مرت عيني متلو في البيرعاز. والله يا سيدي إفراح، ما كان لازم نخليه الإمام دو يزن يبرزو هو على الفيل. احنا نبهناه لكن بلا فايدة، صمم انه يقاتلو كما هو. الله الله الله، شوف اللعين طير للدرجة بيديه. لا حول ولا قوة الا بالله. امر الرجال يهجموا يا سيدي افراح قبل ما هاد اللعين يضيعنا في همام. لا يا بوهاج، اذا احنا عملنا اي حركة من غير امر دو يزال يغضب. وشنو المعمول؟ امر رجالي وحد الله، عسى ذكر الله يزيد قوة وبسالة. وحد الله يا عباد الله. الله أكبر. شايف البطل ميمون وبراتو؟ قلت هلك يا سقرديس، انا عارف فارس فريد عصر وزمان. دو يزن فقد الدرقة واصبح غير كيتراجع. ميمون ضرب الحصان بسيفه. يا عظمة زحل، يا بركة زحل، عدو زحل سقط من فوق الحصان. سيدي إفراح، غير إما أمر رجالك يهجموا وإلا أمر رجالي. دو يزن فقد حتى الحصان، ومن العار نخليوها أمام هذا الثور وهو على فيه. انتظر يا بوهاج، دو يزن رفع الحربة، أضرب الفيل. شوف يا بوهاج، الحمد لله الفيل تسرع على الكبير. شايف؟ نعم شايف. دو يزن طلع فوق الفيل نقص على ميمون. الله أكبر، ميمون سقط وهو ودو يزن شابكين. سقرديون سقرديس، شنو هذا؟ لعين شادو ميمون بلا سلاح، حتى ميمون تحت الدرقة والسيف ميديه. خذ يا عدو زحل، خذ يا عدو الله،
وجههم كلهم اللوم ودمحلو، مع ان كل واحد منهم خبير بالضرب والتنكيل. غريب يا رجل، لو تقبل يا بطل نأجل المعركة حتى الغداء، حتى يبرهن كل واحد منا على براعته ومقدورته. أنا معك يا بطل حتى ينتهي واحد منا، وإلا اعترفتي بالانهزام أنا مستعد ناخذك أسير. ايه كنت منصف ودان بارزك بالسيف واحنا على الارض، ثم بالسلاسل، ثم بالمصارعة. لا تظن يا وغد، الان ما كنت شي منصف معاك بعد ما حاربتك وانت على فيل وانا على حصان، وانت سبقت الغدر وقتلت حصاني. ابدا دافع على نفسك حتى النهاية، هو امن بالخالق وانا نكف على المصارع معك. انصفني يا رجل وخلني حتى الصباح، انا بتكرشر بالاقداح وما كنتش ضمنك بهذه القوة والبطولة، وكان واحد كلما يكون غدام السعد وتسرع لي نآمن بربك هذا. طيب يا مغرور، غادي نخليك، عسى الله يهديك ويعزز بك المؤمنين بالله. هذا عهدي إليك إلى أن تنتصرت علي غدا. أنا عبد من عبيدك، كن آمن بالشيء اللي أمرتي بيه. روح أرجع لخيامك عند قومك ورجالك، تصبح انا وانت في الميدان. الحمد لله على سلامتك يا شاه. هنيئا لك بالنجاة من هالثور يا سيدي دويزان. كيف لقيت هاد العين في البراز يا دويزان؟ والله ما رات ولا شافت عيني مثل شجاعته من يوم ما عرف نحمل السيف ونركب على حصان. فارس عظيم. لكن كنت تقتلوه في الأخير، بان علي أنه كله منه. فعلا يا سيدي، وحتى انا كليت ومليت، لكن رغم ذلك كان فعلا في امكاني قتله.
خمجة، لكن عز عليها فارس مثله يموت. أنا متمني باش هذا الرجل ينضم لصفوف المؤمنين بالله حتى عززنا تنشر كلمة الله. لا إله إلا الله. ولهذا يا سيدي أنا خليته حتى الصباح ويحاول من جديد الدفاع على نفسه. هو قدم لي اعتذار ونطقت به وبغيت نعلمه أن المؤمن بالله كله ثقة وسماحة ونبل. أحسنت يا بطل.